أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. يحرث أحد المنتجين الزراعيين أرضه في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا عن طريق التحكم بجراره عبر الأقمار الصناعية، ويزرع صباح الدين قرى بلوط القطن والذرة في أرضه البالغ مساحتها 3000 دونم، حيث قام قرى بلوط بتركيب نظام يمكن جراره من إجراء عمليات الحراثة والبذار والتسميد من دون تدخل بشري مباشر، وعبر هذا النظام يتحكم بجراره عبر الأقمار الصناعية فيوفر في اليد العاملة ويزيد من إنتاجه بفضل الحسابات المليمترية في أثناء عملية البذار. دشنت الصومال مركز الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، والذي يعد الأول من نوعه بهدف الحؤول دون حدوث الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وسيعمل المركز على توعية المواطنين من المخاطر من خلال رصد وتوقع التغيرات المناخية والأزمات الطبيعية قبل حدوثها، وسيعمل أيضا على توجيه الجهات المعنية في المناطق التي من المحتمل أن تتعرض للخطر. هذا ويعتمد المركز على كوادر محلية تستخدم أحدث آليات الإنذار المبكر. تنتظر أكبر طائرة غارقة حول العالم قبالة سواحل قوش أداسي بولاية أيدن غربية تركيا زوارها من عشاق سياحة الغوص لخوض مغامرات مذهلة تحت البحر. الطائرة البالغ طولها 54 متراً وعرض جناحيها 44 متراً تزن 47 طناً، واستكملت خدماتها لدى شركة شحن خاصة طيلة 36 عاماً، وعقب إغراقها عام 2016 شكلت الطائرة رصيفاً بحرياً هاماً للأسماك والكائنات البحرية التي باتت تتخذ من الطائرة مأوىً لها فضلاً عن أنشطة الغوص فيها. شهدت العاصمة التونسية هذا الأسبوع تدشين أول محطة للطاقة الشمسية في البلاد، وشارك وزير الطاقة والمناجم التونسي موجي مرزوق في مراسم افتتاح المحطة، ومن المتوقع أن تساهم المحطة والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بميجاوات واحد في تقليل إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية. حقق الطيار المظلي التركي حسن كفال قفزة مظلية فريدة شاهد خلالها التلفزيون في سماء البحر الميت جنوب غربي البلاد، وربط كفال مظلته بمقعد وشاشة تلفزيون ليقفز بمساعدة صديقه في سماء البحر الميت الواقع في منطقة فتحية بولاية موغلا، ويستمتع بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة من السماء على ارتفاع يصل إلى 1700 متر. صمم طلاب بجامعة أتاتورك في مدينة أردروم التركية الروبوت الممرض باسم أتاجان بهدف حماية الطواقم الطبية من العدوى بالفيروس الوبائي، ووفق التصميم يعمل روبوت أتاجان على تقديم الطعام والدواء لمرضى كورونا في المستشفيات، ما يساهم في تقليل احتمالات إصابة الطواقم الطبية بالعدوى الفيروسية. عثر فريق من الآثارين الأتراك على اكتشافات جديدة بولاية إزمير التركية، من بينها زجاجة زيت عطري تسمى أريبالوس ودبوس ملابس عمرها أكثر من 2600 عام، وتعود هذه الآثار التي جرى اكتشافها في موقع برجام الأثري المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو
إلى القرن السادس والسابع قبل الميلاد. وتسلط الآثار المكتشفة في مدينة برغاما الضوء على فترات لم تكن معروفة من قبل علماء التاريخ، من شأنها أن تدفعهم نحو إعادة قراءتهم لتاريخ المنطقة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. يبدع الحرفي التركي تحسين كيرش في صناعة إكسسوارات جلدية يدوياً بولاية كوتاهيا غربي البلاد. ويصنع كيرش البالغ من العمر 55 عاماً حقائب يدوية وإكسسوارات مختلفة من الجلد في ورشته بالولاية بطريقة يدوية رائعة وملفتة للنظر. الحرفي التركي كيرش قال إنه ترك العمل بمجال صناعة الأحذية قبل 35 عاماً وتوجه نحو صناعة الجلديات، وأنه أقبل على هذا العمل في البداية كهواية قبل أن يمارسه كمهنة بعد أن لاقت منتجاته الإعجاب، وهو يستخدم تقنية القالب التي كانت معتمدة في صناعة الأحذية لإنتاج إكسسواراته التي تمتاز بالدقة والجمال والمتانة. يركز المبدع كيرش حالياً على صناعة إكسسوارات جلدية مختلفة من قبيل الحقائب اليدوية وأغماد السكاكين وغيرها. وأجمل ما يميز هذه المصنوعات عدم دخول الآلات الحديثة فيها والاقتصار على المهارة اليدوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يتجدد بكم اللقاء. بدنا نتكلم قليلا عن بعض الأشياء الشائعة لدى الأطفال التي تخص العظام. نبدأ بشيء بسيط جدا، كثير من الأمهات بتيجي بتحمل ابنها بتلاقيه أنه الكوع تاعه أو المرفق تاعه صار له إيش، زي كأنه فلت من مكانه أو صار فيه ألم والولد بطل يحرك إيده وصار الولد إيش يعيط كثير، تمام، أو يبكي كثير. طيب شو هذه؟ هذه عبارة عن أنه لما شدينا الولد المفصل اللي خاص بعظمة الكعبرة مع الذراع طلع من مكانه، الأم على طول مباشرة تحمل الطفل وبتجيبه على عيادة العظام. أمر بسيط جدا، بإمكانك يا أختي أنك تحلي المشكلة هذه عندك، بسيط جدا، أنه أنا باجي بأمسك إيد ابني، تمام، الإيد على الإيد والإيد الثانية تحت المرفق، وبصير إيش أحرك الساعد تاع ابني أو إيده يمينا ويسارا، وهذا بالنسبة للمرفق 90 درجة. على طول مباشرة إيدي الثانية بتكون تحت الكوع، بحس إنه إيش العظم رجع إلى وضعه الطبيعي أو المفصل رجع إلى وضعه الطبيعي، والولد اللي كان بيبكي وما كانش يقدر يحرك كوعه خف عليه الألم وصارت الأمور طبيعية. من أكثر الإصابات شيوعا اللي هي التواء الكاحل. شو هو التواء الكاحل؟ الإنسان بيكون ماشي في الطريق رجله إيش بتخونه أو بتلتوي منه، تمام، سواء التواء داخلي أو خارجي. طبعا الالتواء هذا يصنف إلى 3 أصناف، إما التواء أنسي أو التواء وحشي أو التواء عالي اللي هو جاي بين المفصل اللي بين العظمتين الصغرى والكبرى في القدم أو في الساق. طيب شو هو؟ هو عبارة عن تمزق أربطة، سواء الرباط الأنسي أو الرباط الوحشي أو الرباط اللي هو أعلى مفصل القدم. طيب ببساطة كيف يشخص؟ طبعا بيجي للطبيب، الطبيب ممكن يشخصه سريريا 100% من غير ما إنه يطلب أشعة، وبعض الأحيان لو حامت الشكوك إنه هناك كسر معاه بطلب عليه أشعة بيقطع الشك باليقين. طيب الحل بعد ذلك، الحل الأساسي والرئيسي والضروري اللي هو عمل جبيرة. لا ينفع إنه والله تخليها من غير جبيرة أو تعمل رباط ضاغط أو ما شابه ذلك وتأخذ مسكنات وما شابه، لا، هذا الكلام كله غير صحيح. لازم توضع القدم أو المفصل تاع القدم في جبيرة لمدة 2 إلى 3 أسابيع، بعدها بنفك الجبس والإنسان إيش بينطلق إلى الحياة. قد يحتاج إلى علاج طبيعي أو قد لا يحتاج إلى علاج طبيعي وتمشي أموره تمام وعلى العال. لنفترض أنه والله استمر الألم معه أكثر من ذلك، ضروري بعد ذلك نطلب عليه صورة رنين مغناطيسي. بعض الأحيان أو في بعض الأحيان بكون أنه هناك عنده قطع كامر في بعض الأربطة اللي تستلزم إجراء عملية ومحاولة ترقيع هذا الرباط أو محاولة إصلاح هذا الرباط. وجزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله.